ممثلا لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد حفظه الله ورعاه، يشارك سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء في القمة الافتراضية لحركة عدم الانحياز والتي دعا لها رئيس جمهورية أذربيجان رئيس الدورة الحالية للحركة فخامة الرئيس إلهام عليف. وتأتي هذه القمة التي تعقد اجتماعها اليوم بحضور الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تحت شعار متحدون في مواجهة وباء كورونا كوفيد 19، وتأكيدا لالتزام الدول بمبادئ الأمم المتحدة والمبادئ التي تقوم عليها حركة عدم الانحياز في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ومواجهة الأخطار التي تهدد دول العالم وشعوبها، والتي منها وباء كورونا وما يتسبب فيه من أضرار بشرية واقتصادية واجتماعية في دول العالم قاطبة. ويلقي سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة كلمة أثناء الاجتماع يؤكد خلالها التزام مملكة البحرين بمبادئ الحركة والمشاركة في أنشطتها والقضايا التي تناقشها، وبخاصة هذه القمة التي تنعقد في ظل ظروف حرجة وخطرة تستدعي وحدة كافة الدول والشعوب وتضافر جهودها في القضاء على هذا الوباء الذي لم يستثني أحدا من أخطاره وأضراره الفادحة والمدمرة.